مساء الخير كابتن بلال. يسعد مساك استاذ امجد، يسعد مساك ومسا الموجودين، ويسعد مساء الكابتن وليد ابو الليث حبيبنا. يسعد مساك كابتن بلال، المشرف والمستشار الفني لنادي الجيل السعودي. يعني كابتن بلال، السؤال الذي يطرح اليوم، نستمع ونقرأ ونشاهد العديد والمزيد من التعاقدات مع المدرب الوطني تحت مسميات مختلفة. هناك من يكون مدير فني للفئات العمرية للنادي، نتحدث مثلا عن الكابتن أنس صبرة، ويرافق هناك في هذه المهمة عدة أسماء في الفرق الفئات العمرية مثل سليمان السلمان، وكذلك نتحدث أحيانا عن مشرف ومستشار فني، أحيانا نتحدث عن مدير فني لفئة عمرية. نتحدث عن هذه المسميات وهذا العمل، والبداية مع المسمى التدريب اليوم للكابتن بلال لحام، المستشار والمشرف الفني لنادي الجيل السعودي تحديدا. تحياتي سيدي لك. أول شيء أنا بشكرك على الكلام هذا، وبداية أنا بشكر الإخواني والأساتذة المحاضرين. نعم. اللي إحنا لقينا يعني بكل أمانة إرث جميل جدا. نعم. من خلال المدربين أمثال كابتن نهاد سقار، والكابتن وليد فطاطة، والكابتن زياد عقوبة، وديان صالح. صحيح. وحتى الآن الكابتن زياد عقوبة عندنا بالدمام بعطي محاضرة. صحيح، موجود في السعودية. نعم. فبالتالي إحنا لقينا الأمانة تربخص، لقينا إرث جميل. نعم. لقينا يعني كلام جميل عن المحاضر الأردني اللي هو تواصل من سنين طويلة. فبالتالي شخصية المدرب الأردني، شخصية المحاضر الأردني، هي بالسعودية الكل بتحدث عنها. نعم. الكل بيحكي عنها، كل مجال بالسعودية، بكل مكان، حتى بالاتحاد السعودي لما حتى بتصير محاضرة أو يصير دورة وقولوا أردني، معناته الدورة قوية، الدورة. نعم. محترمة. فأنا بحب أشكر بداية الأساتذة اللي فرشونا أرضية سابقة. إحنا جينا لقينا في بنية للمدرب الأردني موجود. صحيح. كابتن بلال، نتحدث عن مهمة بلال لحام هناك مع النادي الجيل السعودي. سيدي أنا يعني أنا هاي السنة الثانية مع نادي الجيل السعودي، طبعاً. نعم. كمدير فني للقطاع الفئات، لكن أنا من الحمد لله من العمل والشغل تحولت لمشرف ومستشار فني، فبالتالي مسؤول عن كل النادي من ناحية إشراف واستشارة. والدليل إنه أحياناً أنا كمستشار فني حتى الفريق الأول يعني أنا إلي دور فيه. جميل. بقدم استراتيجية. يعني قبل فترة أنا كان في جهاز فني تونسي. نعم. أنا مسؤول عن كل النادي من خلال أرقام، من خلال النتائج، وصلت لقرار إنه تم إنهاء مسيرتهم بالنادي. هلا صار في فراغ فني بالنادي. نعم. وليت مهمة الفريق الأول 3 مباريات حتى ما يصير في فراغ فني. صحيح. بالفترة هاي كنا جهزت لجهاز فني برازيلي، سلمته يعني تخيل ميدانيا فنيا، صلاحية، نتحدث عن صلاحية. صلاحيات بستلمه. نعم. فني رغم انه محاولات النادي والهيئة الشرف هناك والإدارة اني اكمل، بس ما قبلت. هون الجزئية بحكي لك عنها كمدرب أردني، كمحاضر. نعم. أردني، انه انا لو كملت اذا انا كمستشار اصبحت ممكن يكون يقال عيني على الفريق الاول. صحيح. رغم الاغراءات، لكن ظليت انا مسؤول. تعادلت، جهزت الفريق، فزنا 3 مباريات، سلمته فني. هون دورك كمستشار وكمشرف. نعم. هون انت الان بتعزز ثقه العالم فيك، بتعزز ثقه الانديه فيك وبالمدرب الاردني، انه ما بطمع، ما عنده طمع. يعني رغم انه اغراءات ماليه حتى اكمل، واعتذرت لانه ما بيجوز، خلص مكانك هيك، بدي ادرب، بدرب بدايه موسم. فهاي الاشياء اللي الحمد لله رب العالمين اللي اخذ سمعه كويسه وعمل كويس. بكل تأكيد كابتن بلال، الواقع الرياضي الخاص بكرة القدم في السعودية مختلف كليا عن الواقع الرياضي الأردني، في ظل توفر الإمكانيات والأدوات المتاحة بيد المدرب أو المشرف الفني أو مدير الفئات العمرية. نتحدث بصورة سريعة عن مثل هذه التجارب وإمكانية أن تكون موجودة هنا لدى أنديتنا، خاصة أندية المحترفين. شوف يعني ببساطة، في شيء اسمه التخصص بالعمل. نعم. إذا احنا آمنا بالتخصص، كل واحد ضمن مجاله بتنجح على الأقل. إذا صحيح. تعرف وين نقطة الفشل توقف عندها، هذا هي سبب النجاح. هنا
خلينا نقول بالسعوديه متطوره بشكل كبير. نعم. انه في تخصص في العمل عندنا. اذا لو بدنا نحولها هلا مين بده يرضى بالانديه انه يتخصص؟ الكل مدربين، الكل اداريين. صحيح. يعني احنا على مستوى يعني خلينا نبعد شوي، الانديه لا تبعد عن الاتحاد، حتى الاتحاد ما في عنده تخصص، فاحنا كيف اللي بالانديه؟ اذا اتحادنا ما في تخصص، اتحادنا ما في حدا متخصص بكره القدم اصلا بديره، فكيف احنا بدنا نلوم الانديه ليش 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 تتخبط؟ فبالتالي مديونيه الانديه تسع انديه محرومه من تعاقدات، ارجع على الملايين على الانديه نتيجه اخطاء اداريه بالتعاقدات وبالعقود وباشياء كثيره. صحيح. الاشياء الاداريين دخلوا على 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 مجال مش لهم، اخطاء اداريه. فبالتالي هنا اذا احنا وصلنا بالاردن ونتامل، رغم انها صعبه جدا، اذا وصلنا لعمليه التخصص في العمل كل من ضمن تخصصه اكيد هاي بدايه نجاح. يعني بعاد عن الواقع الاحترافي كابتن بلال برايك؟ لا احنا ما في عندنا احتراف، احنا ما عندنا قريبين. يعني قريبين ولا في بعد كبير جدا يعني في فجوه؟ بعيدين بالعقليه هاي، بعيدين كثير. يعني كل صراحه انت لما تشوف الاجواء الثانيه. نعم. بالدول الثانيه بتشوف حالنا احنا بعيدين بشكل كبير. يعني احنا بذلك انت ندعى واقعنا ضد، يعني على القمه على راس الهرم اتحاد، وانزل على الانديه. هلا عندك الفشل ببلش من فوق لتحت. صحيح. انا صريح، يعني انا اسف اذا يعني بحكي بصراحه، لكن الفشل من اتحاد وبجر الانديه. انا هاي واقعنا. انا بدي اشكرك كابتن بلال لحام على هذا التوضيح وعلى الرسالة التدريبية التي تقدمها اليوم للمدرب الوطني هناك في السعودية. نتمنى لك التوفيق أنت وزملائك وأنتم كثر، وبكل تأكيد يعني السهرات الأردنية متواجدة في السعودية، السهرات الكروية الرياضية. يا سيدي أنا بالعكس، إحنا نكون سفراء لبلدنا، نتأمل بلدنا تصل لمرحلة زي هاي. بالعكس إحنا إن شاء الله يا رب. حزينين إنه إحنا لما نشوف الدول الثانية والاتحادات الثانية كيف بيشتغل كيف الأندية، والله بكون حزينين. واحنا زي ما قلت لك احنا، لكن سمعة الكرة الأردنية مربوطة الآن بمحاضرينا، ومنها بمسي على الأستاذ والكابتن وليد فطاطا اللي عندك أخونا أبو الليث حبيبي يا كابتن، ومدربين زملائنا اللي قاعدين يعني بنشروا يعني إشي جميل في الدول العربية، وهذا إشي يعني. طب سؤال أخير كابتن بلال، تفضل. مين متفوق اليوم هناك، انت ولا انس صبره؟ لا ما فيش فرق بينه وانس، كلنا واحد. بالتوفيق بالتوفيق. الله يسلمك. بالتوفيق كابتن بلال لحام.